الانيبل بتاعه هيكون ايه؟ المفروض ان احنا عايزين نقفل اللمبه التجري يبدلهم على طول، ولا عايز كل شويه تبدل اللمبه بكده التانيه؟ يعني نحط مفتاح هنا فيروح هو عامل روتيت للمبه بسرعه ويرجع تاني، ولا عايز تقول له مثلا انقل دي مكان دي، دي مكان دي، دي مكان دي، كل نص ثانيه، كل ربع ثانيه؟ ها؟ لو نقلهم بسرعه مش هنشوفهم، لان هننقلهم بسرعه ايه؟ الملي سكند، يعني هتلاقي نفسك مش شايف حاجه، هيبان كان كله منور. مع ان في الحقيقه واحده بتطفي واحده بتنور، واحده بتطفي واحده بتنور، بس من سرعتهم هتبان ان هتلاقي عليها زغللت، شايف ان كله منور. اوكي؟ فهنعمل مثلا زمن قد ايه؟ ان شاء الله حتى 50 ملي سكند، 100 ملي سكند، اي حاجه تبين ان هم بيتحركوا يعني. يبقى اللي هيشغل ده هيكون ايه؟ تايم تي مثلا اي حاجه، هنشوف بقى مين اللي هيشغل التايمر. طبعا انا همسح واعيد من الاول عشان الدنيا كلها داخله ببعضيها، بس نفكر مع بعض كده. احنا عايزين نعمل ايه؟ نشفت من اللمبه اللي بعديها ولا من اللمبه اللي بعد 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 اللي بعديها؟ اللي بعديها، يبقى حركه التشفيت هتبقى واحده بس. الان اوف شيفت هتبقى واحد، يعني شفت من اللمبه دي اللي جنبيها. يعني لو دي شغاله دي مطفيه تلاقي بقى دي اللي منور، بقى دي اللي شغاله وبقى دي اللي مطفيه. يبقى لو انت عندك شغاله من 00 ل 02 بالظبط، من كيو 00 لكيو 02، احنا هنعمل ايه؟ لومات صح؟ يبقى اللي بنشفته بنشفت مش فاريبل ولا ميموري ولا ميركر، بنشفت ايه؟ كيو اوتبوت صح؟ هناخد الكيو بايت 0 نشفته على كيو بايت 0، سوري زي ما هي 0، بس الشفت هيكون بكام؟ 1 صح؟ تمام. متخيلين غلطات ولا لا؟ ثواني عشان كل ده هنمسح كل ده فيه غلطات لسه. لو انا ال تي 32 لما يقفل هيقفل قد ايه مثلا؟ ها؟ هنتناقش اول في المشكله، هيقفل قد ايه؟ لحظه ولا ممكن مثلا نص ثانيه، ربع ثانيه؟ ها؟ ممكن نص ثانيه. احنا عايزين نشفته، عمليه الشفت هو ايه اللي بيحصل؟ بيعدي لاني قافل فيروح مشفت بواحد. لو رجع لقاني قافل هو مش هيفهم ان دي دوسه دي، ان دي نفس الدوسه، هيفكر دوسه جديده فيروح عامل ايه تاني؟ هيروح مشفت تاني، فتلاقي ان القفله دي كده كان شفت فيها كله خلاص وكله خلص. تاني انا دوست على المفتاح وشلت، دوست على المفتاح وشلت، انا غصب عني دوست، انا مفكر انا دوست قليل، بس لا هو بالنسبه له دي كده كان عدى عليا 500 مره، فهتلاقيه عمل ايه؟ لف بسرعه جدا. تمام؟ فنقول له بوست ايدج، نقول له القفله من التايمر شفتك مره واحده بس. القفله من التايمر جت لمده ملي سكند، 5 ملي سكند، 50 ملي سكند، هي تشفيته واحده بس. اللي هو بالظبط شوفها وان سايكل بس. والشفت اللي بعديها لازم التايمر يكون عمل ايه؟ فصل وعد تاني. هنشوف احنا لسه ما سويناش التايمر اساسا. تمام. تعالى نرسم برنامج بطريقه كويسه شويه. المفروض ايه؟ تحتيها مش تفرق عادي، ممكن بعد ما ارسمه يطلع غلط، هنشوف دلوقتي. في سيلكتور هنقفله الاي 0.1 مثلا، ده سيلكتور. خليه الاي 0.0 عشان في ناس عندها مشكله في الاي 0.1. يروح يشغل تايمر. تي 32 طن. لو خلينا بيعد مثلا بال 50 ملي سكند. مش هو بيعد بالملي سكند؟ فواحد يبقى 50 ملي سكند. بس التايمر لازم يتعمل له ايه؟ ريستارت صح؟ ريسيت. نخليه يعمل ريسيت ازاي بقى؟ لحظه. ما احنا في مشكله. عايزين نضمن، ما هي نقطه التايمر ممكن يغير دي الاول او يغير الثانيه الاول صح؟ فانا خايف ان هو يفصل نفس الاول فما يلحقش يعمل فوق. شفت صح؟ حتى لو قلنا فوق نقطه التايمر ما فيهاش فوق وتحت. نقطه التايمر لو انا كنت عايز اعمل كده دلوقتي. بس دي ممكن ما تشتغلش. صح؟ لإن أول ما يعد ممكن يقفل دي الأول يبقى تم بحمد الله كله تمام، لو فتح دي الأول يبقى عمل إيه في نفسه؟ يبقى مش هيعرف يشفت فوق. صح؟ فده مش صح الحل ده. نعملها إزاي؟ كومبير إزاي؟ تمام. المفروض بس انا مش عارف تشتغل صح ولا غلط عشان ما جربتهاش قبل كده، بس ممكن يعني ماشي انا هعملها بلون ازرق وحد جربها يقول لي صح ولا غلط. ام 0.2 مثلا، المفروض ام 0.2 يصفر ده.
بس انا عايز اشوف حل اكون متاكد منه. ده مش متاكد منه. ممكن نعمل كده. لما توصل ل 50 ملي سكند اعمل ايه؟ ابعت بلصايه صح؟ وبدل الحل بتاع المايك عشان مش متاكد منه ممكن نعمل كده. عارف دي معناها ايه؟ دي عند ال 50 هيبقى عامل ايه؟ هيعد. دي هيفصل عند كام؟ اقل من 50. لا هو طول ما هو اقل من 50 شغال. هيفصل عند كام؟ عند يعني عند كام بالظبط؟ عند 51 مللي سكند. يبقى ضمنت ان لا يمكن يكون فصل غير لما اقول عمل ايه؟ بعد شيفت. تاني الحل دوت المفروض يطلع صح، بس برضه حد هيجربه ونتاكد منه. في الحل دوت انا متاكد انه صح. ليه؟ لان عند ال 50 مللي سكند قالوا شفت 50 مللي سكند شفت، بس هو احتياطي انا مش عايزه يفصل غير لما يكون الاول شفت، فقلت له افصل عند كام؟ دي 51، دي اصغر من دي. دي معناها كده طول ما انت تي 32 اصغر من او بتساوي 50 خليك شغال. يبقى هيفصل لما ما يكونش اصغر ولا بيساويها. يعني عند كام؟ عند 51 يساوي 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 قصدك اصغر من اصغر من 51. ما ينفعش يساوي، ان هو هيشتغل كده عند 51 صح؟ دي كده المفروض صح. هنجربها طلعت مظبوطه خير، ما كانش نمسحها من الكاميرا ونعيد من اول جديد. اعتقد ان هي صح. اول ما انتوا تنقلوها انا هجربها على الكمبيوتر. انا عن نفسي هجرب الاثنين عشان انتوا على الاقل انقلوا دي اللي هي دي صح المفروض ان شاء الله، اللي هي الكومبير العادي بتاعت الميركل. انا هجرب يعني عمال ما اجربه، انا ما تنقلوش دلوقتي لغايه ما انا اجربه. الشيفت والروتيت مش موجود في السي بي يو القديمه، السي بي يو الجديده بس. اللي هي انت مين؟ انت للاسف معاك السي بي يو الجديد. الناس اللي ورا دي الراجل ده وواحد، الاثنين اللي ورا دول هم اللي مش عليهم الشيفت والروتيت. في غلطة ثواني صح. ازاي ده؟ في غلطة كبيرة جدا. هو في أي لمبة اتنورت؟ يبقى يوم ما يشفت هيشفت ايه؟ لمبة مطفية، يعني مطفية وهتفضل ايه؟ مطفية صح؟ صح؟ صح ولا لا؟ ده كده مش شفت حاجة، هيفضل طول عمره زيرو. على الأقل ننور له ايه؟ أول لمبة وهو هيقوم بالواجب صح؟ هنا كبيرة أوي. لا مش كومبير تاني. أمر موف. اقول له موف على الفي على السرعه كيو بايت زيرو اس ام. لا بلاش اس ام عشان ما حدش يتلخبط. اي 0.1 بوزيتيف ايدج. مش انا هقفل الاي 0.1 عشان اشغل التايمر واسيبها مقفوله على طول؟ هو في البدايه خلاص فين؟ 0 0 يبقى اي 0 0 ماشي. اول ما اشغل البرنامج عشان التايمر يبدا يعد، التايمر هيبتدي يشتغل ويروح هو عامل موف على الكيو بايت 0 بواحد. واحد معناها بيتكتب فين؟ اللي يبقى كيو 0 0 جرى لها ايه؟ تنور. وبعد كده بعد شويه كل 50 مللي سكند هو هيعمل ايه في الواحد دوت؟ يشفته. تاني انا بعت لها واحد، اللي مش قادر يفهم قصدي يكتبها كده. 2 شباك 0 0 0 0 0 0 0 1. هي اللي مش فاهم قصدي دي، ما هي دي معناها ايه؟ معناها نور اول لمبه كده، معناها نور اول لمبه في البايت بالظبط. يبقى كده اللمبه الاولانيه نورت وانا قافل المفتاح، فبعد زمن عمل له ايه؟ شيفت. فلو دي منوره ودي مطفيه بقت عامله كده. كمان ملي سكند هيروح مش يشفت تاني، هتلاقي دي اللي طفت ودي اللي نورت وهكذا بدلوا مع بعض. الميركر باللون الازرق خليه لغايه ما تجربه، طلع صح يبقى خير وبركه. مكان النقطه بتاعت الطيب اللي ما حدش اللي بالازرق دلوقتي، ما تنقلش اللي بالازرق دلوقتي، ما تنقلش اللي باللون الازرق دلوقتي لغايه ما نجربه. ماس وفلوتنج بوينت ماس. نشرح الاول الانتجر ماس. الانتجر ماس عباره عن ايه؟ عباره عن اربع عمليات. عمليه اديشن جمع، سبتراكشن طرح، ملتيبليكيشن ضرب، ديفيجن قسمه. وهتلاقي الاربع عمليات دول في منهم مقاسين، اثنين سايز اشتغل عليهم،
يا اما اشتغل على السايز اللي هو وورد، يا اما الدبل وورد. ينفع ده وينفع ده، يعني هتلاقي في عمليه اديشن وورد واديشن دبل وورد، سبتراكشن وورد وسبتراكشن دبل وورد، مالتيبليكيشن وورد دبل وورد، ديفيجن وورد دبل وورد. بس في حاجه هو مش هيسميها وورد ودبل وورد، هيسميها اي ودبل اي. يعني يقول لك اديشن انتجر، اديشن دبل انتجر، معناها ايه؟ ما هو انا عارف، ما هو بس ليه ما كتبش دي دبليو؟ يعني ليه كتب دي اي مش دي دبليو؟ حاجه احنا خدناها في الكمبيوتر امبارح. ايوه، يعني ما دام قال انتجر معناه انه شغال ايه؟ سايند. يعني انا اقدر اقول له اجمع لي 5 + 6، انا حر. كيف؟ لان انا شغال باشاره. يعني ممكن اجمع رقم موجب مع رقم سالب. ايه المشكله؟ لكن لو هو كان شغال ان سايند ما كانش هينفع الحركه دي. عمليات حسابيه هي شغلتها ان هي جمع وطرح وضرب وقسمه، فقال لك عادي ممكن تشتغل سايند سايند، يعني هيسمي دي حرف الاي ودي دي اي. دي الفكره في الورد ودبل وورد. اوكي، يبقى اديشن انتجر، اديشن دبل انتجر، سبتراكشن، مالتيبليكيشن، ديفيجن، انتجر ودبل انتجر. اوكي، ده البلوك بتاع مثلا هاخد الاديشن اشرح عليه والمبدا واحد في كله. اديشن اي ان 1 ان 2 اوت انيبل، فاكرين؟ وانيبل اوت. انا عايز اجمع ان 1 مع ان 2. لو ده اديشن يبقى هجمع 1 مع 2 او 2 مع 1، مش تفرق كتير. في المالتيبليكيشن يضرب ان 1 في ان 2 او ان 2 في ان 1، ما تفرقش كتير. الفرق بيكون خد بالك في الديفيجن والسبتراكشن، في الطرح والقسمه. فالطرح بيطرح اللي تحت من اللي فوق، يعني 10 ناقص 5 يشال ال 5 من ال 10. اوكي، ديفيجن بيقسم اللي فوق على اللي تحت، 10 على 5 يبقى 2، قسم اللي فوق على اللي تحت. اوكي، الترتيب بقى تراعيه حسب البرنامج بتاعك، هنشوف ازاي دلوقتي. ايه اللي ممكن يتكتب في الان وايه اللي ممكن يتكتب في الاوت؟ الاول بس كده بسرعه، الانيبل عادي ممكن يكون مفتاح عادي، يعني حاليا هنجربه بمفتاح عادي. اوكي، ادوس يقسم او ادوس يضرب يجمع يطرح. في الواقع هيكون الانيبل ايه؟ نقطه من عمليه احسن، يعني مثلا لما الموتور يتحرك من مكانه ويروح يحسب الرقم اللي جالك من الشاشه وخلي دي قيمه المنتج اللي هينزل من السولونويد عشان تاخده مثلا تدخله الفرن يستوي ايا كان. تمام؟ فحاليا هنجربه احنا بمفتاح باي 0.1. ايه اللي ممكن يتكتب في ان 1 وايه اللي ممكن يتكتب في اوت؟ اللي ممكن يكتب في الان 1 هو هو اللي ممكن يكتب في الان 2. زي مثلا ايه؟ خليك فاكر هو ده نوعه ايه؟ انتجر. فاكر اللي خدناه ده انتجر وورد سايند. احنا اتكلمنا عن امر في البي ال سي شغال انتجر وورد سايند. يعني بلوك جينا خدناه امبارح وقلنا دوت فيه منه كذا وكذا وكذا، وكان من ضمنهم حاجه اسمها انتجر وورد سايند. خدناه امبارح. ده يعني قام معانا ولسه مستخدمينه في التمرين من شويه. كومبير، مش خدنا كومبير بايت، انتجر بايت انسايند، انتجر وورد سايند، انتجر دبل وورد سايند، فلوتنج بوينت دبل وورد سايند. اللي خدناه مع الكومبير الانتجر الوورد السايند يمشي مع الموف الانتجر الوورد سايند، يمشي مع اي مع الموف مع الايكويشن الانتجر الوورد سايند، يمشي مع اي حاجه هناخدها تطلع انتجر وورد سايند. يعني معلش انا مش هقسم وقت التاني اللي كتبناه امبارح. فاكرين اللي كتبناه امبارح عند على الكومبير؟ انا هكتبه على واحد فيهم والمبدا هو هو. يعني ينفع اكتب كونستانت. نعم، شكرا. ينفع اكتب كونستانت. اوكي، ينفع اكتب ايه؟ قولوا انتوا بقى. ها، نسيته. انبوت وورد فلان، اوتبوت وورد فلان، ميركر وورد فلان، فاريبل وورد فلان، سبيشال ميركر وورد فلان، كاونتر، تايمر، اكوموليتور. ميركر ده كتبته. اوكي، ده اللي ينفع كده في الان. طب في الاوت، مش الاوت برضو انتجر وورد سايند؟ في حاجات ما ينفعش كده في الاوت من دول بديهيا كده، مش موضوع بقى، مش موضوع يعني صح وغلط. هو بديهيا هيقول لك ازاي ما تجيش. هو مش هنا هو اللي هيجمع، يبقى الناتج انا اللي اكتبه ولا هو اللي يكتبه؟ يبقى ينفع احط له هنا كونستنت في الخارج؟ يعني ينفع انا اقول له 2 + 75؟ ف
فلو جيت قلت له كونستانت ادينا عليها ايرور يقول لي لا ما ينفعش. اوكي لا هنشوف دلوقتي الطبيعي بتاع الاوتبوت انها تكون ايه؟ متغيرات ميموري صح؟ يعني ينفع ده ينفع فاريبل ينفع الاكوموليتور بس مش بس بص انا هعمل كده يعني ده الطبيعي يعني ينفع كاونتر ينفع تايمر اللي عليه علامه صح واحده معناها ينفع بس مش هنستخدمه هقول لك ليه بس عليه اثنين علامه صح ده طبيعي ان احنا نستخدمه ينفع اوت ما ينفعش كونستنت ما ينفعش انبوت ما ينفعش سبيشال ميركر هترجم لك قصدي ايه الهدف ان احنا عايزين ميموري نحط عليها اوكي الاوتبوت ينفع بس ما فيش حد عاقل هيروح يخزن قيمه على الاوتبوت انت متخيل انت يعني انت عايز تخزن قيمه تخزنها على الاوتبوت حرام انت مشتري الجهاز ب 4 5000 جنيه عشان خاطر الاوتبوت اللي فيه فدي مقصود بيها البي ال سي مش هيرفضها بس انا ممكن اعملها هنا عادي بخزن على الميركر ما هو ميركر ميموري والفاريبل ميموري والكاونتر ببعت قيمه على الكاونتر مش كنا بنعمل رايت اقول للكاونتر رايت اقول للكاونتر نغير قيمته ما انا ممكن اغيرها من هنا اقول له خد الناتج واعتبره دي قيمه الكاونتر دلوقتي او خد الناتج واعتبره قيمه التايمر دلوقتي هقول ايه هو الاكوموليتور دلوقتي الاكوموليتور فكرته ايه لو تاخدوا بالكم في جهاز بي ال سي اس 700 وال اس 7300 الاديشن او السبتراكشن او الديفيجن او المالتيبيكيشن او اي عمليه حسابيه في البي ال سي فيها ان 1 وان 2 بس لو جيت اقول له اجمع لي 2 زائد 2 زائد 2 لازم يخلص ده مع ده يطلعها باربعه ويروح واخد الاربعه مع الاثنين ويقول لك الناتج 6. ما هو ده يعتبر الاوت مع رقم ثاني. ليه؟ لان البي ال سي الاس 7200 والاس 7300 ما فيهوش غير 2 اكوموليتر. الاكوموليتر دي الحته اللي يعني لو فاهمين قصدي الكمبيوتر فيه حاجه اسمها سي بي يو والبي ال سي فيه سي بي يو. الكمبيوتر فيه ميموري رام والبي ال سي فيه ميموري رام. الكمبيوتر فيه حاجه اسمها كاش، الكاش ميموري هنا بيسميها الاكوموليتر. ايه فكرتها؟ انت السي بي يو عندك بتكلم على الكمبيوتر، الكيسه هنا انا عندي البروسيسور سريع جدا شغلانته انه يقرا البيانات. الرام عليها الحاجه اللي عايز اقراها صح؟ بس الرام بطيئه. فايه الاستفاده ان انا اشتري جهاز ب 4 5000 جنيه السي بي يو سريعه بس الرام بطيئه، الرام بطبيعتها بطيئه ده هي عادي كده. فاخترع حاجه اسمها كاش تعمل ايه؟ الكاش تاخد بسرعه المعلومات بس بسرعه جدا. هي شغلتها زيها زي الرام بس شغاله بسرعه مين؟ البروسيسور فيساعد ده ويساعد ده ياخد المعلومه اللي انت عايز تقراها دلوقتي يقراها بسرعه ويروح مرجعها وياخد غيرها. الاكوموليتر نفس الكلام الحاجه اللي عايز تجمعها تطرحها تضربها تقسمها تنقلها تعمل لها موف تعمل لها كومبير ياخدها بسرعه على الاكوموليتر. الاكوموليتر بيخزن زيه زي الميموري العاديه بس بسرعه السي بي يو. فالبي ال سي يقرا المعلومه بسرعه تمام خلص الحسبه يروح عامل ايه تاني؟ يروح مرجع لك في الاوتبوت ويروح حاجه ياخد حاجه غيرها يقراها. فبما ان هو ما عندوش غير اثنين اكوموليتر فمضطر دايما يتعامل مع ايه؟ مع حاجتين في وقت واحد، اكتر من حاجتين في وقت